النساء اللي عندهم الشعر ناشف كتقول لك ودينا ملي كنخرج مثلا باش غادي نتقدى داك السيروم كندوخ تلقى ماركات بزاف، تلقى اشكال بزاف، تلقى انواع بزاف، ما تنعرفش اشنو غادي نختار. بحال دابا السيروم ديال الشعر فاش كنبغيو نشريوه، اشنو المواد اللي نحرصوا انها خصها تكون فيها؟ ومنها راه حنا تنوالفوا المستمعين الكرام العاده ديال انه يقرا التركيبه، اي منتوج كيف ما كان غتاخذوه سواء ديال الاكل يعني خاص بالتغذيه ولا شي حاجه اللي غتحطوها على وجهكم او على شعركم، دائما خليو فيكم ديك العاده انكم كتقراو المكونات وكتقراو التركيبه اللي كاينه فيها. دابا السيروم ديال الشعر الناشف دكتور مرتقي، شنو خاص يكون في هذا السيروم؟ هو سواء كان لو شامبوان ولا خص بعد الحوايج اللي خصها ما تكونش فيه، تيكون فري يعني خالي من البارابين، خالي من السلفات، خالي من السيليكون. اذا هاد ثلاثه ما خصهمش يكونوا لان مازال تلقاو مالوزمون مازال تلقاو في المارشي دي شامبوان ولا دي سيروم اللي فيهم هاد المواد، ما خصوش خصو يكون فيهم. لان الدراسات كاينه افيك ايفي بلاسيبو كلشي ولا بينات دراسات على عينات كثيره بان هاد المواد تتهرس الزغبه. اذا بالنسبه للو سيروم، لو سيروم تكون مكتوبة فيه كيراتينو كونديسيونير، يعني تكون غيش، تكون في واحد المادة اللي تتكون لكيراتين، في لكيراتين زائد واحد المادة اللي تترطب الشعر، واحد لفيتامين بي 5 لفيتامين بي 5 وبارفوا تلقاو فيه حتى لي زوميغا، واحد زيوت اللي هي اوميغا. الاوميغا هادو كلهم تتأدي لأن تخلي الشعر أنها ترطب. أيه. هو تيكون سون غانساج، هو في غالب الاحيان لو سيروم الفو بالو غانساج ما كيتشللش. اي ما كيتشللش، ماشي بحال لي ماسك هيدراتون خصها تبقى واحد نص ساعه ومن بعد خصها ترانسي.